هسه جينا راح نشرح الملزمة الأولى. الملزمة الأولى هي بيها مركبات هواية مهمة ولازم نحفظهن، تمام؟ الهيتيروسايكليك هي السايكليك كومباوند، هي مركبات عضوية تحتوي على واحد أو أكثر من الهيتيرو أتم، تحتوي على هيتيرو أتم يعني ذرة مغايرة لذرة الكربون. مع العلم هي مركبات عضوية، تمام؟ الكونالي هي النيتروجين الأكسجين والكبريت. other atom may be found like الفسفور، ممكن توجد ذرات أخرى تعتبر هيتيرو أتم غير هذا، بس الشائع عندنا هو النيتروجين والأكسجين والكبريت. they may be divided into، ممكن أقسم المركبات الهيتيروسايكليك إلى saturated و unsaturated. الساتوريتد اللي تعتبر مشبعة واللي هي أصلاً قليلة نستخدمها في صناعة الأدوية. أما الأروماتيك اللي هي unsaturated هاي حيل مهمة وراح استخدمها هواي بالأدوية، تقريباً 90 إلى 95% من الأدوية تحتوي على مركبات هيتيروسايكليك. هيتيروسايكليك اللي هي unsaturated اللي تعتبر أروماتيك، الأغلبية الأروماتيك، ممكن توجد غير أروماتيك. ممكن أسميها الهاية، ممكن توجد ثلاثية ورباعية وخماسية حسب ما موجود من الحلقات، بس إحنا راح نهتم بالفايف والسكس مامبر هيتيرو أتم. زين، هاي مهم حيل وين؟ باللايف أنت دراج ديسكفري، يعني باكتشاف الأدوية، بتصنيع الأدوية، وبالحياة مهمة عندي في السداسية والخماسية. مثل منو؟ السداسية والخماسية البايرول الفيوران الثيوفين. هسه مباشر هاي أحفظهن، واحفظ لازم احفظ الشكل مالتهم. هسه هذا النيتروجين اللي قلنا عليه عند عصرتين ثلاث عواصر وارتبطت ويا الهيدروجين، ايش قد بقى؟ بقى عنده لون بير، بس هو ما كاتبه هنا. زين، هذا كمل استقر، نجي على ذره الكربون. ذره الكربون عصرتين ثلاثه، وما اخفي كان هيدروجين، بالنيتروجين ما اقدر اخفي الهيدروجين. كذلك هاي 1 2 3 التهجين مالته اقدر اطبقه هذا همين هنا. هسه نقدر نعرف تهجين النيتروجين. تهجين النيتروجين اللي اخذناها القواعد، ما بعدها موجود عصره مزدوجه، لا ما بعدها موجود روزونانس. واحد راح يقول ايه، واحد يقول راح يقول لا. انتم شلون راح تعرفون الروزونانس؟ الروزونانس يعني عصره مفرده عصره مزدوجه. ايه موجود روزونانس، مباشره تهجينها sp2 وهكذا. البايرول وهاي همين، هاي عندها عصرة ما عندها أواصر، عندها عصرتين مرتبطة وياها بذرة الكربون، ما عندها عصرة ترتبط بذرة الهيدروجين، عندها بس لون بير مزدوج. هاي لون بير. هذا كذلك الثايوفين هنا نفس ما ينطبق على الفيوران ينطبق على الثايوفين. زين، الفايف ممبر هيتيروسايكليك with two هيتيرو أتم. أول شيء راح أسوي قواعد حتى أقدر أحفظهن لهذه المركبات. شنو هاي القواعد؟ أول شيء إحنا كنا ناخذ حلقة خماسية، أولاً حلقة خماسية، حلقة خماسية تحتوي على واحد هيتيرو سايكليك، واحد هيتيرو أتم، ذرة هيتيرو أتم واحدة، هاي الحلقة الخماسية، تمام؟ مثل منو؟ أجي أرسمها. هاي حلقة خماسية، واحد هيتيرو أتم مثلا، هاي نحط هنا، هذا منو؟ بايرول. هذا البايرول. هذا الفيوران. هذا الثايا فين؟ هواي ركزوا على الأواصر. هاي حلقة خماسية تحتوي على وان هيتيرو سايكليك. زين، ما بعدها نجي على هاي، خلينا نخليها حرف أي، نجي على حرف بي. كذلك حلقة خماسية، بس هاي شنو؟ حلقة خماسية نفس هاي، بس نقول عليها saturated،
يعني ساتشوريتد يعني مشبع، هاي نفسن اجي اشبعن. اختلفت تسمية؟ ايه اختلفت. هسه نعرف النيتروجين، نجي على الفيوران. الفيوران من جينا شبعناه احنا ايش عنده؟ عنده اثرتين، اثرتين مزدوجة، كل اثرة حتى اشبعها لازم انطيها 2 هيدروجين. زين، هاي وحدة اخذت 2 هيدروجين ووحدة اخذت 2 هيدروجين، مجموعنا ايش قد؟ 4 هيدروجين. كل هذا الفيوران احتاج 4 هيدروجين، يلا صار ساتشوريتد. لذلك ايش راح اقول عليه؟ تترا هايدرو فيوران. تترا يعني رباعي، هايدرو يعني هيدروجين، فيوران يعني مركب الفيوران. نجي على الثايوفين، كذلك تترا، يعني قلنا ما ينطبق على الفيوران هو ينطبق على الثايوفين، تترا هايدرو ثايوفين. بعد البايرول، البايرول راح يختلف هنا. أنا احنا المركبات اللي بيها نيتروجين راح نهتم بيها هواية هواية. ليش؟ لان مهمة بالحياة اصلا. هذا اسمه بايرولايدين، بايرول يعني بايرولايدين، بايرول هو بايرول نفسه، ايدين هي الاضافة اللي عليه. خلينا ممكن يشتغل اكو مركب، خليها سلام، هسا اخذنا الانساتوريتد والساتوريتد اللي انطيناه ذاك حرف اي، هذا حرف اي، هذا خلينا حرف بي. نجي على حرف سي، بس قبل لا نجي على حرف سي لازم نتفق على شغلات. كل all او ال اي هو حلقة خماسية، حلقة خماسية unsaturated غير مشبعة. كل all، كل اي زد هو نيتروجين، كل او اكس هو اكسجين. تمام؟ تمام. نبدأ حرف سي. حرف سي حلقة خماسية تحتوي على اكثر من هيتيرو اتوم، وبصراحة هو مو اكثر من هيتيرو اتوم، ما عندنا بس 2، يعني 2 هيتيرو اتوم بحسب منهجنا او ملزمتنا. تمام، اول شيء راح اخذه هو اس، هاي حلقة خماسية، انتبهوا على اواصر حيل. هسه هذا راح اجي اقول النيتروجين كم عناصره؟ 1 2 3. هاي الشبع اللون بير ما عليكم فيه، مين كتب هذا؟ شو اسمه؟ اسمه ثايا زول. اول يعتبر حلقة خماسية، ازا يعني نيتروجين، ثايا يعني ثايوفي، اي ثايا يعني كبريت. هذا مجرد ما انقل النيتروجين الى رقم 2 راح يتغير تسميته ان صار هنا الان، هنا الاس. اجي اشبع، يعني انا من اجي اكتب المركب لازم اخلي هنا عصره مزدوجه، لان النيتروجين الى 3 وهنا عصره مزدوجه. اما الثايا، اما الثايا فهنا اكو لون بيرات بس ما يكتبوه، يعني احنا ما جايين، ما عندنا في التفاعل حتى نكتبهن او هذا. فهنا ايش راح نسميه؟ راح نسميه اوزو ثايازول. اول يعني حلقة خماسية، ازا يعني نيتروجين، ثايا يعني كبريت، واوزو يعني رقم 2. كذلك راح نجي على ان، هنا ممكن تثبتوها لان هنا حتى لا تتيح عليكم بالامتحان من تقروها. الاكسجين هنا
كذلك الاكسجين اكو لون بيرات بس ما كاتبيها، وهنا اكو لون بيرات بس لون بير بس ما كاتبي. هذا شو اسمه؟ اسمه هذا اسمه اوكسازول. همين تعرفون الازول والاوكسا منين جاي؟ اكو ملاحظة، الاوكسا يعني اكسجين، تمام؟ بالاخير اذا جاء هاي وين؟ سفكسز يعني بداية وبرفكسز، نوبات يجي بنهاية التسمية يعني بنهاية الاسم، فمو اسمه اوكسو، اسمه او ان اي اون. زين، واحد يسأل يقول ليش احنا قدمنا الاوكسو على الازو؟ حسب نظام الاوشن، نظام الاوشن يعني او اس ان. الاوشن يقول الاكسجين قبل الثيوفين وقبل النيتروجين، وكذلك الثيوفين قبل النيتروجين. ما ممكن تجينا ما عندنا بالمنهج هاي الثيوفين والاكسجين بنفس المركب، بس عندنا الثيوفين النيتروجين اكسجين نيتروجين. ممكن قصدي اغير موقع النيتروجين، اجيبها بموقع رقم 2 ان او، اخلي عصره هذا اسمه اوزا سازول. اي زد نيتروجين، اول يعني حلقه خماسيه غير مشبعه، اوكسا يعني اكسجين، اوزو يعني نيتروجين، بس ما كتبنا دبل او لان هي بالتسميه لازم هيك مو دبل او، بس او وحده تعتبر للاوكسو وللاوزو. جينا على مركب النيتروجين، قلنا احنا بالمركبات النيتروجين راح نهتم بها هواي هواي، حتى تسميتها راح تختلف عن بقيه التسميات. هذا النيتروجين، هسه هنا خلينا النيتروجين، هنا كان بالثيوفين والفيوران ماكو عصرة هنا، ليش؟ لأن هو عصرة يعني هنا ثلاث أواصر لازم، هاي الهيدروجين، اللون بير وحدة ما كاتبيها هنا، هذا شو اسمه؟ من تشوفون رقم 2 ورقم 3 هذا اسمه إيميدازول، إيميدازول. منين راح تجي التسمية؟ إيميد يقصد بيميته. ازا يقصد بي نيتروجين، اول يقصد بي حلقه خماسيه غير مشبعه، هذا إيميدازول. يعني تقدرون تقولون إيميد اللي هو 1-3 إيميد. اجي اغير موقع النيتروجين، اخليه هنا النيتروجين، هذا شي يسموه اختلف تسميته مباشره. هناك كنا بس نقول ازو، بالثيوفين كنا نقول بس ازو، هنا بس ازو، بس هنا راح يختلف تسميته هواي، راح نسميه بايرازول. الاول يعني حلقة خماسية غير مشبعة، ازا يعني نيتروجين، البايرا يقصد بي اورثو، بس حتى للسهولة اللي هو موقع 1-2 واحد اثنين واحد اثنين. هنا اكو هيدروجين. زين، انا ليش بديت التسمية؟ دائما الترقيم يبدي، شلون عرفت 1-2؟ دائما الترقيم يبدي من ذرة رقم 1 انطي للنيتروجين اللي يحتوي على ذرة هيدروجين. احنا ما انطي رقم 1، هنا انا اللي انطي رقم 1، هذا انطي رقم 1، هذا 2، لذلك بايرازول إيميدازول وهكذا.